عندنا فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها عن الدوري المصري، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لموسم 23-24، خاصة مواجهة الزمالك والبنك الأهلي، واللي قدر الزمالك انه يحقق مكسب مهم جدا في الوقت القاتل. المباراة المنتظرة النهاردة كمان ما بين الأهلي والإسماعيلي، اعتقد هتكون مباراة صعبة جدا يا جمعة. طبعا خلينا نتابع تفاصيل اكثر كمان عن ابرز مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري، هنعرفها من ضيفنا في استوديو استاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ محمد. خلينا نبدا مع الزمالك. الحمد لله الزمالك يعني قدر ان هو يحقق مكسب مهم للمره الثانيه طبعا بعد فوزه على ارتا سولار. شايف دلوقتي الزمالك يعني ابتدى نقول انه يسير على الطريق الصحيح، ولا شايف ان هي يعني زي ما بنقول كده ماتش وهيعدي؟ بس دي ما شاء الله يعني مباراه ثانيه. لا، هو الحقيقة نادي الزمالك عنده بعض المشاكل الفنية، ربما مدربه أخوان أوسوريو عنده بعض الأفكار الغريبة شوية واللي لا تتناسب مع طبيعة اللاعب المصري أو مع الإمكانيات اللي موجودة في نادي الزمالك، لكن بشكل عام اللعيبة بيتميزوا بروح عالية جدا، يمكن ظهرت في مباراة أرتا سولار وكان نادي الزمالك في موقف صعب جدا جدا، خسران خارج ملعبه 0-2 وخسران في الشوط الأول من المباراة اللي كانت هنا في القاهرة 1-0، ومع ذلك اللعيبة قدروا ان هم يسجلوا 4 أهداف بعد كده، يعملوا كامباك او ريمونتادا عالية جدا. ده حصل برضو مبارح امام البنك الأهلي بعد الخسارة 1-0 في الشوط الأول وطرد لاعب طبعا محمد عواد حارس المرمى في نهاية الشوط، وبعد كده يرجعوا بهدفين. فأعتقد أن الروح هي أهم ما يميز نادي الزمالك، لكن هناك بعض المشاكل الفنية اللي على المدرب والجهاز الفني أن هم يعالجوها. يعني حضرتك بتؤكد أن سبب الفوز كان اللعيبة وروح المعنوية اللي عند اللعيبة وليس المدرب؟ بكل تأكيد، وراهم جمهور كبير جدا جدا، الجمهور المساند لنادي الزمالك أعتقد أن هو رقم واحد في الفريق، لأنه في كل الظروف جمهور نادي الزمالك بيساند بقوة ايا كانت النتائج، وبالتالي ده بينعكس على اداء. طيب هو اوسوريو بقاله فتره مع نادي الزمالك، هل مش فاهم طبيعه اللعب؟ لحد دلوقتي هو الراجل عنده زي ما قلت لحضرتك كده بعض الافكار اللي تعتبر يعني غريبه شويه على اللاعب المصري. بيبتدي دايما المباريات بتشكيل غلط وبخطه غلط، وبعد كده يبتدي يصحح. اعتقد انه يعني في بعض المباريات بيخون التوفيق لان البدايه بتكون خاطئه. فعليه ان هو يراجع افكاره اذا اراد الاستمرار في نادي الزمالك، لان كده وجوده من وجهه نظري في خطر. ربما المجلس اللي هيجي يوم 20 اكتوبر بعد ما الانتخابات تتم ان شاء الله يكون ليه راي اخر في ان هو يغير المدرب، لانه لحد دلوقتي لا، نادي الزمالك ما عندوش استقرار فني. طيب بما انك حضرتك بقى ذكرت السبب ده وفكره انه اوسوريو عنده تشكيل بيبقى غريب، ينزل تشكيل غريب وعنده افكار غريبه زي ما حضرتك قلت، هل ده يعني نرجع بقى بسبب الموضوع ده انه احنا بنشوف دلوقتي مهارات فرديه للزمالك؟ يعني شفنا مثلا تسديده زيزو، شيكابالا، مسلوسي كمان جت في القايم، بس يعني كانت برده تسديده فرديه. شايف ده بسبب انه كل لعيب دلوقتي بقى بيحاول يعتمد على مهاراته الفرديه عشان يحاولوا ينقذوا ما يمكن انقاذه؟ لا، هو الحقيقه انه نادي الزمالك عنده بعض اللاعبين اللي بيتميزوا فعلا بصناعه الفارق، اولهم طبعا زيزو اللي يمكن في اخر 3 مواسم يعتبر اكتر لاعب في مصر عنده استقرار فني وثبات في المستوى طبعا. وهو حتى يعني بعيدا عن مستوى الفرقه وبعيدا عن افكار الجهاز الفني، الراجل بيؤدي بشكل مستقر فنيا جدا جدا، فدايما بتكون عنده بصمه بتعيد لنادي الزمالك رونقه وهيبته، وبتعيده في بعض المباريات اللي بيكون خسران فيها الا ان هو يتعادل او يفوز. كمان شيكابالا بما انه يعني واحد من امهر اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه، دايما برضه بتكون عنده لمساته. ويعني الحقيقه انا شايف انه المدرب باستخدام شيكابالا امبارح في يعني في النص الثاني من الشوط الثاني، اعتقد ان هو ده الاستخدام الامثل لشيكابالا دلوقتي اللي يناسب مجهوده ويناسب سنه. احيانا المدرب بيبتدي بيه وده بيكون غلط جدا، لكن شيكابالا لما بينزل يعني في اخر نص ساعه او تلت ساعه عنده روحه كمان طبعا، يعني هو الفكره انه عنده يعني روحه. الروح بتاعته بتكون يعني ظاهره جدا جدا على بقيه الفرقه، وعنده لمساته وعنده تسديداته زي ما حصل امبارح، وبالتالي نقدر نقول ان فعلا هناك بعض اللاعبين في نادي الزمالك اللي بيصنعوا الفارق بغض النظر عن الافكار الفنيه للمدرب. طيب نيجي لمركز حراسه المرمى بعد طرد عواد، وهنتكلم برضو عن حاله الطرد، هل انت شايف ان هو كان يستحق الطرد او لا؟ الزمالك هيكمل مباراتين جايين بدون عواد، هل صبحي قادر على الحفاظ على شباك نادي الزمالك؟
هو صبحي اللي هو الحارس الاساسي في افكار اوسوريو وفي خطته، يمكن من ساعه ما جه مع نهايه الموسم الماضي او في اخر شهرين من الموسم يعني، كان صبحي هو رقم واحد وعواد رقم اثنين. يمكن في الفتره الاخيره ابتدى يقتنع بمستوى عواد، والحقيقه عواد حارس من الحراس المميزين جدا جدا. اعتقد انه محمد صبحي قادر مع بعض الثقه ان هو يستعيد مستواه تاني، ربما يكون خطا امبارح كان علشان لسه نازل ما سخنش يعني. لكن محمد صبحي طبعا حارس جيد وهو حارس دولي، مفيش خطر على حراسة مرمى نادي الزمالك سواء محمد عواد موجود أو لا. بالنسبة لحالة الطرد امبارح، هي طبعا فيها اختلاف كبير جدا جدا في آراء الخبراء التحكيمين. أنا ما بحبش دايما أعلق على قرارات الحكام، لكن نقدر نقول أنه في وجود الفار صعب أن احنا نقول أن يبقى فيه ظلم تحكيمي، لكن ربما يكون في اختلاف في الآراء ما بين الحكم وحكام تقنية الفيديو. بس عايزين نقول للناس برضو أنه في النهاية الحكم الرئيسي هو صاحب القرار الأول والأخير. تقنية الفيديو بيسموها الحكم المساعد. فأيا كان رأي تقنية الفيديو والحكم والحكم يعني المساعد اللي تقديرات الحكم طبعا. في النهاية تقديره هو اللي بيمشي وقراره هو اللي بيمشي. طيب يمكن كنا بنتكلم امبارح على مجموعة الزمالك في الكونفدرالية، مجموعة سهلة إلى حد ما، شايف الزمالك يقدر يعدي المجموعة دي، يقدر يوصل لحاجة ولا لا؟ الزمالك بروح لعبته قادر ان هو ياخد البطولة، مش بس يعدي دور المجموعات. الحمد لله المجموعة معقولة جدا، انا ما بحبش كلمة سهلة لان مفيش حاجة طبعا سهلة في الكورة، وممكن جدا المفاجآت بتيجي من الفرق الصغيرة. فمجموعة الزمالك معقولة جدا، يقدر يتخطاها بسهولة الى دور الثمانية او دور ربع النهائي ان شاء الله، والزمالك قادر على ان هو ياخد البطولة. ربما مع بعض التدعيمات اللي ممكن تحصل في يناير، احنا عارفين طبعا ان في ايقاف للقيد وما حصلش تدعيمات في فتره الانتقالات الصيفيه، لكن ان شاء الله اتوقع ان المشكله تتحل مع المجلس اللي جاي، المجلس الجديد، وممكن جدا في يناير يكون ان شاء الله الزمالك عمل بعض التدعيمات ووصل الى الدور ربع النهائي، وبالتالي ان شاء الله يكون إن شاء الله يعني قادر على استكمال المسيره وقادر على ان هو يفوز بالكونفدراليه للمره الثانيه في تاريخه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ حمدي، الاهلي في قمه تالقه خلال الفتره الحاليه، عنده مباراه مهمه جدا مع نادي الاسماعيلي، الاسماعيلي عنده ظروف صعبه جدا بيمر بيها دلوقتي، لكنه نتمنى طبعا عوده الاسماعيلي لمكانته لانه جزء من تاريخ الكره المصريه. حضرتك شايف المباراه هتكون عامله ازاي ما بين الاهلي والاسماعيلي؟ بكل تاكيد هي مباراه صعبه ولها حسابات خاصه، بغض النظر عن مستوى الاسماعيلي سواء في بداية الموسم الحالي أو في المواسم السابقة اللي بيعاني فيها الإسماعيلي كتير جدا، ربما لعدم عقد صفقات، ربما لأزمات مالية، تغيير إدارة، عدم استقرار فني، كل دي ظروف الحقيقة فرقة الإسماعيلي بتعيشها خلال المواسم الأخيرة. والإسماعيلي بينجو من الهبوط بصعوبة بقاله 3 مواسم تقريبا، وده لا يتناسب مع قيمة فرقة الإسماعيلي وقيمة قلعة الدرويش اللي احنا عارفينها. لكن مباراة الأهلي والإسماعيلي دايما ليها حسابات خاصة. لعبة الإسماعيلي قدام النادي الأهلي بتطلع أحسن ما عندها، معاهم مدرب كبير كابتن إيهاب جلال. أعتقد المباراة لن تكون سهلة على النادي الأهلي، وإن كان طبعا الأهلي زي ما حضرتك قلت بيعيش فترة فنية مستقرة جدا. يمكن نقول إن سببها الأساسي الحقيقة هو وجود مدرب اسمه مارسيل كولر. الراجل ده يمكن عكس أوسوريو مدرب الزمالك، ده بيتعامل مع الأمر الواقع وبيتعامل بشكل جيد جدا مع إمكانيات لعبته وبيقدر يوظفهم. فده يمكن الفرق، ان هو قد تكون عنده برضو افكار لا تتناسب مع لعيبه الاهلي، ولكن بيقدر ان هو يطوعها بالشكل اللي يطلع احسن ما عند اللعيبه، وهو يعني اقدر اقول ان هو مدرب واقعي جدا. طب احنا بنتكلم على كولر، تفتكر التشكيل النهارده اللي هيبدا بيه المباراه ازاي؟ اعتقد انه تشكيل كولر بيكون ثابت في اغلب المراكز، ربما بس بيعمل بعض التغييرات او الروتيشن علشان يريح لعيبته، لانه عارف ان مشاركات النادي الاهلي كتير جدا سواء المحليه والافريقيه. صحيح. اعتقد انه في بعض اللاعبين الاساسيين عنده اللي لا غنى عنهم زي محمد الشناوي اللي هو واحد من اهم الحراس في افريقيا، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، عنده اليو ليانج، عنده امام عاشور، كمان من بعض يعني هناك بعض اللعيبه اللي نقدر نقول ان هو في الناحية الهجومية برضو بيستفيد منهم بشكل كبير جدا زي بيرسيتا وزي حسين الشحات. أعتقد أنه برضو هيحاول ينجح الصفقة اللي هو جابها أو أصر عليها
الفرنسي أنتوني موديست، ربما أنه هو يبدأ المباراة النهاردة. فدي ربما تكون ملامح التشكيل الأساسي، وممكن يكون أفشة ليه دور برضه في المباراة. طيب هل شايف أن الأهلي مع ضغط المباريات خلال هذا الموسم، هل شايف أنه يكون منافس قوي على الدوري؟ هل هيقدر يحسم المسابقة زي ما هو متعود خلال سنوات كتيرة جدا أنه فوز متتالي في عدد كبير من المباريات بيأمن نفسه فبيقدر يحسم هذه المسابقة من بدري، ولا شايف أن الضغط والعامل البدني ممكن يأثر على اللعيب؟ أعتقد أن النادي الأهلي هيكون منافس شرس جدا جدا على اللقب السنة دي برضو، لأنه عمل تدعيمات جيدة وعنده استقرار فني كبير زي ما تكلمنا. ممكن جدا يكون بيراميدز هو أقرب المنافسين الأقوياء للنادي الأهلي السنة دي، لأنه برضو دعم صفوفه بشكل كبير جدا. الزمالك لو دعم في يناير أعتقد أنه ده اللي هيكون ثلاثي المنافسة على اللقب، لكن يظل النادي الأهلي بالاستقرار الفني اللي عنده وبوجود مدرب بحجم وقيمة مارسيل كولر، يظل أن فرصه من وجهة نظري طبعا مع أنه لسه بدري قوي، يظل فرصه ربما أكتر شوية من بيراميدز والزمالك. طب ازاي يقدر يتعامل مع العامل البدني للعيبه؟ لانه اكيد هيكون في ارهاق واكيد هيكون في اجهاد من كتر المشاركات في هذه المسابقات. طبعا، لكن مارسيل كولر واحد من المدربين اللي بيتعاملوا مع المساله دي بذكاء كبير جدا في مساله الروتيشن. هو عنده الحقيقه وفره من اللاعبين، بيقدر ان هو يعمل يعني الروتيشن ويقدر يلعب بعض اللعيبه ويريح البعض الاخر. كان شفنا في المباراه اللي فاتت مثلا ان هو ريح عنصر مهم جدا في خطته امام عاشور، نزله في الدقائق الاخيره ومع ذلك اللاعب نزل واحرز هدف رائع. كهربا احيانا بيبتدي بالمباريات واحيانا بيكون بديل. عنده بعض الاجنحه اللي برضه بيخليها على دكه البدلاء زي طاهر محمد طاهر، زي احمد عبد القادر في حاله ان هو بيستغل بيرسي تاو وحسين الشحات. فالحقيقه ان هو بيعمل الروتيشن بشكل يحافظ بيه على اللعيبه ويحافظ كمان على مستوى اللياقه البدنيه عنده. طيب برضو لو هنتكلم على الكونفدراليه، برضو الاهلي مجموعته يعني متوازنه في دوري الابطال. بالظبط، عفوا، دوري الابطال. شايف انه الاهلي هيقدر يحقق برضو نفس فكره سؤال شاذ، يعني فكره انه في ضغط ماتشات كتير جدا، هيقدر يحقق حاجه ولا تفتكر هنشوف نفس المشهد اللي احنا بنشوف فيه الاهلي، انه الاول بنلاقي بعض الاحباطات شويه بعد كده الاهلي بقى بيروح قايم مره تانية ويقدر يعني نشوف مباريات عظيمه الحقيقه؟ يعني هو النادي الاهلي دايما في دور المجموعات بيبقى حريص ان هو بس يتاهل سواء اول او ثاني، ما عندوش مشكله، ده بيبقى مخطط ليه يعني. كده وبعد كده بيتحول بقى من الدور ربع النهائي لفريق بطل وشرس جدا في المنافسه على اللقب. لكن السنه دي اتوقع انه تاهل النادي الاهلي من مجموعته هيكون اسهل من السنوات السابقه، ويظل النادي الاهلي طبعا مرشح فوق العاده للقب الافريقي، ومعاه طبعا فرقه سان داونز الجنوب افريقي، فرقة مميزة جدا، وكمان السنة دي عملوا تدعيمات كان في بعض المراكز اللي ناقصاهم، فقوتهم زادت عن السنوات اللي فاتت. أنا عايز أتكلم مع حضرتك عن التدوير اللي بيحصل ما بين لعيبة النادي الأهلي اللي بيعمله مارسيل كولر، وأهميته وانعكاساته كمان على حالة التنافس ما بين اللعيبة. الحقيقة هو زي ما قلت لحضرتك الراجل بيعمله بذكاء شديد، بيحاول إن هو يستخدم كل العناصر اللي موجودة معاه. الكل بياخد فرص، لكن هو عنده بعض اللعيبه اللي ما بيقدرش يستغنى عنهم واللي دايما بيكون ليهم دور في المباريات. يمكن التشكيل اللي انا قلته اللي ممكن يبتدي النهارده، وطبعا اضافه لي لاعب مميز قوي انضم للنادي الاهلي في يناير اللي فات مروان عطيه، اللعيبه دي هي القوام الاساسي بتاعه، لكن لما بيلاقي فرصه ان هو يريح بعضهم ما بيتاخرش الراجل، وبيلاقي لعيب على نفس المستوى اللي قاعد على الدكه ده على نفس المستوى. طبعا يعني في خط النص مثلا النادي الاهلي عنده ثلاث لعيبه هم القوام الاساسي في حته الارتكاز، مروان عطيه وامام عاشور وألي ديانج، لكن بنلاقي ان برضه في بدائل مميزه قوي زي احمد نبيل كوكا، احيانا بيلعب بقفشه في الحته دي، احيانا كمان بيكون في عنده بدائل زي كريم نيدفيد، زي عمرو السوليه لما يرجع من الاصابه، لعيبه كبيره ولاعيبه عندها خبرات دوليه كبيره قوي. فالحقيقه هو مأمن نفسه في كل مركز، يمكن نلاقي في كل مركز ثلاث لعيبه مميزين، فاللي بيلعب والبديل بيكونوا على نفس المستوى تقريبا. طيب سريعا نروح للدوري الانجليزي، في مباراه النهارده مهمه اعتقد، ليستر سيتي وتشيلسي، مظبوط؟ تمام. شايف بقى الدوري الانجليزي شايفه ازاي، وشايف مباراه النهارده ازاي بشكل عام؟ الدوري الانجليزي يعني الحقيقه
مبارياته كلها بنستمتع بيها. ربما يعني نشوف انه مانشستر سيتي هو الفريق برضو اللي حقق اللقب السنه اللي فاتت وهو الاقرب للقب السنه دي، لكن نتمنى باذن الله انه ليفربول بوجود نجمنا محمد صلاح يكون منافس على اللقب ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، حضرتك شرفتنا يا فندم ونورتنا. الاستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا.